السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي أنا كانت عندي اليوم فكرة باش غادي نهضر لكم على لي سيغمون موتور، يعني بالدارجة الساقمة ديال الموتور، وشنو هما الأنواع ديالها، ويعني شنو هي الأحسن ماركة اللي تقدر تشري للطوموبيل ديالك وداكشي. وأنا نتفكر الإخوان واحد الموضوع مهم اللي ما كنتش كملته في هذيك السلسلة اللي قلت لكم ديال فدوك النصائح اللي كنت هضرت على يعني البياسات اللي كاينين في الطوموبيل اللي كيحافظوا على البيئه، منهم الفاب، منهم لوجيير، الكاتاليزور الى اخره. فالموضوع اليوم الاخوان غادي نهضروا على الادبلو. هذا الفيديو هذا ما معنيش الناس كاملين، فغير الناس اللي، ولكن هذا ما يعنيش بان حتى اللي عنده الطوموبيل ماشي ايكيبي بالادبلو. هذا راه فيديو غادي ينفع اي واحد، ومن يبقى يسمع الادبلو غيعرف شنو هو. فالادبلو هو واحد الماده اللي ولات ضروريه منذ عام 2006 في جميع السيارات البوالور، اسمحوا لي، جميع البوالور، يعني الكاميونات وسميتو الكاميونات والرموكات من 2006، ولكن ابتداء من 2012 وتقريبا 2012 2014 فاصبحت ضروريه في جميع الطوموبيلات اللي خرجوا دابا مازوت، سورتو لي 4x4 وتا الطوموبيلات الصغار كاين اللي فيهم الادبلو. شنو هو هذا الادبلو الاخوان؟ اول حاجه غادي تجينا يعني للذهن ديالنا هو بان غادي نسمعوا بلو، اللي كتعني باللغه الانجليزيه اللي كتبني بلو يعني ازرق، فهو بالعكس هو ماده دايره بحال الماء، ما عندوش اللون، والتكوين ديالو شنو هو، مناش كيصنعوه، فكيجي 67% كيجينا من الماء الغير المعدني، يعني الماء كنشدوا الماء كنحيدوا منه دوك المعادن، كيبقى لنا الماء صافي ما فيهش المعادن، يعني بالفرنسيه كيتسمى لو دي مينيراليزي. و 32.5% من اليوغي. اليوغي شنو هي؟ اليوغي هي واحد الماده كنخرجوها من لو غاز ناتوريل، يعني الغاز الطبيعي، واحد المواد فيه، وكنخلطوها مع الامونياك، حتى هو واحد الماده اخرى مهم كتعطينا اليوغي. هذيك لوغي كنشدو 32.5% منها، زائد 67.5% من هذيك لو دي مينيراليزي هي اللي كتعطينا لادبلو. لادبلو الاخوان كما قلت لكم، كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، المكان التواجد ديالو كيكون يا اما في الكوفر، يا اما في هذيك لاتراب ديال داك الحله، يعني داك الباب الصغير اللي كديروا منه البيستولي باش كديروا المازوت. فكما كتشوفوا في هذه الصوره كتكون بلاصة المازوت، وكيكون او تاني البوشون ديال الادبلو. فبين الاخوان وردوا البال، ردوا البال ديما من كتشريو هذاك البيدون فتمشيو تخويو في بلاصة المازوت، ردوا البال الاخوان. واخا راه باينه كما كتشوفوا في التصويره، فالادبلو كتكون ديما البوشون ديالو في الزرق، كتكون مكتوبه ادبلو كبيره. وفي هذه الصوره الثانيه اللي كتبان لكم دابا حتى هي ديال هذا النوع من الطوموبيلات اللي كيكون الادبلو كاين في الكوفر. وعلى ما سمعت راه كاين حتى دابا شي بعض السيارات اللي داروا الادبلو في الموتور من واحد البلاصه، ربما حدا القرعه ديال الماء ملي كتزيد لونتيجيل، ولا القرعه في ديال السوي كلاس، ربما داروا شي بلاصه تما، المهم ما عرفتش. ولكن اللي عارف كاين السيارات ولا لي 4x4 اللي كاين في الكوفر، ريزرفوار في الكوفر، وكاين ريزرفوار في بلاصه، يعني حدا الريزرفوار ديال المازوت. بالنسبه للادبلو الاخوان هو يعني خاص بالسيارات اللي كيخدموا بالديزل، حيت هما اللي كيطلقوا هذوك المواد خايبين اكثر من ليسانس، فلحد الان كاينه في المازوت، يعني الطوموبيلات ايسانس راه ما غاديش تلقاو فيهم الادبلو. هذا اللي عارف انا. بالنسبه للاشكال الاخوان ديالو، فكاين جوج، كاين كيفاش يعني كتزيدو، يا اما كتشري بيدون، كاين ديال 5 لتر، كاين ديال 10 لتر. فغالبا السيارات يعني على حسب الحجم ديالها، غالبا كتكون من 20 لتر تقدر توصل حتى 40 لتر. الكاميونات ما نهضرش عليهم، فهذوك يقدر يهز 100 لتر ديال الادبلو. وللعلم فان على حسب المعرفه ديالي، فان كل 1000 كيلومتر السياره كتستهلك 1 لتر من الادبلو، على حسب النوع ديال السياره. تقدر تكون 4x4 عندها موتور كبير فتقدر تستهلك الادبلو اكثر، ولكن هو عكس هذيك لاجوج ديال المازوت، فهو ما فيهش ديك لاجوج كتبين لك بان شحال عندك من لتر عكس المازوت. غير هو السيارات كلهم ايكيبي بواحد في الطابلو، راه كيبان لك بان كيبقى لك كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، فكيبينوا لكم بان راه بقات لك واحد 2000 كيلومتر ولا 1000 كيلومتر على حسب النوع ديال السياره،
كل ربما في البروغراماسيون في صاحب الدياغنوستيك راه يقدر يموديفي كتبدل الا بغيتي تعلم يعلمك يعني على اتساع، ماشي مثلا تبقى لك واحد 1000 كيلومتر عادي يقول لك راه خصك تزيد، ربما تقدر تبدلها تموديفيها تولي واحد 2000 ل 2500. ربما الناس ديال الدياغنوستيك اللي شافوا هذا الفيديو راه يقدروا ياكدوا في شي كومونتير. ف كما قلت لكم بالنسبه للثمن ديالو ف تقريبا 5 يترو كيقدر يبدا من ديك 90 درهم، 10 يترو كتكون واحد 150 130 على حسب العلم ديالي. وفيه ماركات، فيه ماركات راه الشركات كاع لي ستاسيون سيرفيس تقريبا دابا راه عندهم ديالهم خاص بلا ما نقول اسماء ديال الشركات، ولكن المهم كاع لي ستاسيون سيرفيس كتمشي عندهم كتقول لي بغيت الاد بلو كيبيع لك العلامه التجاريه ديالهم. بغيتي ما تشريش من عندهم راه كتشري ماركات اخرين اللي معروفين. الفقره الثانيه الاخوان هو غادي نقول لكم كيفاش كيخدم هذا الاد بلو، الطريقه ديال العمل ديالو، كيفاش هاد المهندسين اخترعوا هاد يعني اخترعوا الخدمه ديالو كيفاش كتكون. فالاخوان الكاتاليزور كما قلت لكم كاين الكاتاليزور في السيارات العاديين، ولكن دابا في السيارات اللي فيهم الاد بلو عندنا الكاتاليزور عندنا كيتسموا لو سيستيم اس سي ار. اس سي ار جايه من سيليكتيف كاتاليتيك، بلونجلي سيليكتيف كاتاليتيك ريدكشن. فهذا هو لابغيفياسيون ديال هذيك الكلمه ديال اس سي ار، هي سيليكتيف كاتاليتيك ريدكشن. حتى بالفرنسيه راه عندها شي وقيله ريدكسيون كاتاليتيك شي حاجه بحال هكا سيليكتيف بالفرنسيه ما عرفتش، المهم انا عارفه بلونجلي. فشنو كيطرى الاخوان غادي تشوفوا واحد الصوره دابا، غتشوفوا بان داك الريزرفوار ديال الاد بلو فيه واحد لي تويو اللي كيمشيو لهذاك الكاتاليزور نيشان، وفيهم واحد لانجيكتور. هذاك لانجيكتور كي ملي كتكون الطوموبيل غاده في الطريق فكتخرج لينا هذوك لي بارتيكول، هذوك المواد اللي خايبين اللي هو ديوكسيد الازوت، ديوكسيد الازوت اللي كيكون خايب لصحه الانسان وعلى الطبيعه. ف كيدوز لينا في هذاك الكاتاليزور في هذاك الاس سي ار. الكالكولاتور كيعطي الامر لهذاك، ربما كاينه واحد البومبا اللي كتجر هذاك الاد بلو وكتدفعوا لنا في هذاك الكاتاليزور كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه. ملي كتدفعوا هذاك داك الاد بلو مع الحراره كيتحول لنا الامونياك. هذاك الامونياك كيتفاعل لنا مع هذوك الجزيئات ديال الديوكسيد ديال الازوت، وكيرجع لنا شنو كيترجع؟ كيرجع للجزيئات ديال الازوت، ماشي ديوكسيد الازوت، الازوت ما مضرش لصحه الانسان والطبيعه. الديوكسيد ديال الازوت هو اللي خايب، اولا كاين اللي كيسميه ديوكسيد دو كربون. فهذاك الديوكسيد دو الازوت كيتفاعلنا مع الامونياك وكيرجع ازوت وكيرجع H2O، H2O اللي هو الماء، ولكن ما كيخرجش ما كيخرج غير فابور يعني بحال قلتي بخار ديال الماء. فهاد التركيبه الاخوان هذه ديال الاد بلو هي اللي كتساعد بان ذوك الجزيئات يتحولوا كيميائيا داخل هذاك الاس سي ار صافي، وكيخرج هذوك المواد اللي ما كيكونوش مضرين بالصحه. ومهم هذه تجربه اللي ربما بزاف ديال الناس كان عندهم الاد بلو ما عارفش كيفاش كيخدم وما عارفش علاش كيصلح. فالاخوان ربما انا سمعت مؤخرا كاينين بعض الناس اللي على ود هذاك على ود هذاك الاد بلو ربما كيجيهم غالي، كيقول لك 150 درهم انا ياكل، واخا هو كياكل 1 لتر في 1000 كيلومتر يعني 10000 كيلومتر. اكثريه الناس اللي كيتمشاو بزاف في الطوموبيل فكيقول لك انا عندي واحد المصاريف، فانا هذه القضيه ما متاكدش منها واش كيديزاكتيفا عند صاحب الدياغنوستيك ولا لا. ولكن الاخوان من الاحسن ما فيها باس يكون عندنا شويه ديال واحد الضمير للانسان. الناس داروا هذاك السيستيم للحفاظ على البيئه، فنفكروا الانسان يكون يعني يفكر بواحد الايجابيه ويخلي هذاك السيستيم باش الانسان يحافظ على البيئه وما نضروش ناس اخرين. وتبارك الله عليكم الاخوان، وما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجوا لي فيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده الاخوان. وتبارك الله عليكم.